الحديث أكثر عن الموضوع لنا ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني علي التميمي. سيد علي، بداية مرحبا بك. أستاذ علي، لطالما أثار قانون العقوبات العراقي مخاوف الحقوقيين وناشطين من استخدامه أو استخداماته التعسفية، لماذا يتجاهلها البرلمان ويكتفي بمناقشة تعديل مادة واحدة فقط؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ علي والسادة المشاهدين. عن قانون العقوبات يتكون من 506 مادة، شرع عام 1969، تعرف حضرتك الذي ينظم مسارات وخطى الشعوب هي القوانين. لا نقول هذا المجتمع منظم وذاك غير منظم، لا، قل بأن هذا المجتمع به قوانين تنظمه وهذا المجتمع ليس به قوانين. هناك الكثير من المواد في قانون العقوبات هي تحتاج إلى التعديل، تحتاج إلى التعريفات. خذ مثلا الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، يعني من المادة 156 للمادة 222، هذه المواد إذا كانت صالحة قبل 2003 هي الآن تحتاج إلى لمسات، تحتاج إلى أن تراعي طبيعة النظام السياسي في العراق اللي هو برلماني وليس رئاسي. خذ مثلا أيضا اللي تحدث عن التقرير، المادة 226 المتعلقة بإهانة السلطات النظامية، يحتاج إلى أن تعرف لنا كما ذكر التقرير ما هو النظام العام، ما هي الآداب العامة، كيف تكون هذه الإهانة، لأنه الدول عادة تتوسع في التفاصيل عندما يتقادم الزمان، عندما تأتي تطورات. أيضا المواد الأخرى أستاذ علي، مثلا السب، القذف، التشهير، هاي المواد 433 من قانون العقوبات وما بعدها، هذه تحتاج إلى أن تفرق لنا ما هو الفرق بين النقد والانتقاد. أنا عندما أنقد أريد إصلاحا، وعندما أنتقد هنا أدخل في خانة السب، القذف، التشهير. التعريفات مهمة حتى لا نكون أمام يعني تجاوز على القانون، خصوصا أستاذ علي نحن ليس لدينا قانون الجرائم الإلكترونية ولا قانون حرية التعبير عن الرأي ولا قانون حرية التظاهر، فأنت كيف تستطيع أن تضبط الإيقاع، خصوصا المحاكم عندما يعني مثلا جريمة الابتزاز الإلكتروني، المحكمة تطبق المادة 452، لا يمكن للمحكمة أن تقول لا يوجد نص، لا، هذا قانون عام، تأخذ منه التكييف القانوني، تضعها على الواقع، تطبقها. خذ مثلا يعني المادة 409، هذه تسمى الغسل العار، يعني هذه تخالف الشريعة الإسلامية بشكل صريح جدا، لأنه تنطبق على الزوج الذي يقتل زوجته أو أحد محارمه، لكن لو حصل العكس والزوجة قتلت الزوج نكون أمام جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، يعني تصل للإعدام. حتى الشروع بالانتحار مثلا المادة 408، هذه المادة أستاذ علي، الشروع بالانتحار، لا يعاقب من يشرع في الانتحار ويخفق لا يموت، لكن كان برأي المفروض على النص أن يودعه في مصحة للعلاج حتى يتشافى، حتى يعرف الأسباب. نعم. مواد قرارات مجلس الثورة يا أستاذ علي لا زالت نافذة كثيرا جدا، هي معدلة لمواد قانون العقوبات. هذه هي التعديلات، هذه هي اللمسات، وليس مادة واحدة فقط. طبعا فاتني أن أذكر الكثير من المواد ربما لضيق الوقت أستاذ. نعم، سوف أستغل هذا الوقت معك قدر الإمكان أستاذ علي. ما تعليقك على قول أعضاء في القانونية النيابية أن قانون العقوبات لا يمس الحريات كما قالت المحكمة الاتحادية سابقا، يعني أن لا ينافي الدستور؟ يعني أنا أختلف حقيقة مع هذه الوجهة، مع هذه النظرية، لأنه تعرف حضرتك العراق قبل 2003 هو عبارة عن يعني سجن كبير، حرية الرأي مخطوفة، مقيدة، لا يمكن لك حتى أن تتحدث أي كلمة، لا يمكن لك أن تنشر في صحيفة، الصحف
لا توجد صحف أهلية، الرأي مقيد بشكل كبير. لهذا قانون العقوبات كانت المواد التي تعمل في قبل 2003، الله يحفظك، يعني احنا اعمارنا يعني شاهدنا طولة هذه العمر ان شاء الله استاذ علي. المادة 225، الله يحفظك استاذ علي، مادة 225 اللي هي السب والتهجم على رئيس الجمهورية كانت كثيرا ما تعمل، ايضا الجرائم الماسة بأمن الدولة، كيف لا تحتاج الى تعديلات يا استاذ؟ طبيعة النظام السياسي قبل 2003 هو يمشي الناس على حد السيف، فكيف لا تحتاج إلى تعديلات؟ أنت اليوم أمام دستور جديد، دستور طبيعة النظام السياسي فيه برلمان، يعني أستاذ علي فدرالية. مع كل نعم أستاذ علي، مع كل ما ذكرت، يعني قلت أن الكثير من القوانين القديمة لا زالت قائمة ومستخدمة ومعمول بها، حتى لو تم تعديلها تكون فيها مشاكل. ما الذي يمنع خلال 20 سنة على تأسيس نظام ديمقراطي من تعديل قانون ينتمي لحقبة دكتاتورية؟ صح، هو ليس هذا القانون فقط يحتاج إلى التعديلات واللمسات، صحيح، يعني التشريعات العراقية هي من أفضل التشريع في المنطقة، لكن أتحدث عن التطورات. أنت الآن يعني مثلا أستاذ علي، الجرائم التي ترتكب عبر الأنترنت، عبر التواصل الاجتماعي، يعني أنت ليس لديك قانون جرائم إلكترونية، أغلب الدول شرعت قانون الجرائم الإلكترونية، قانون حق الحصول على المعلومة ليس لدينا، قانون حق التظاهر ليس لدينا، النصوص الدستورية صريحة تعطيك الخط الرئيسي، البيان الرئيسي، وتترك التفاصيل للقوانين. مادة 38، 39 إلى 46 شرحت هذه التفاصيل وأوجبت على القناة التشريعية البرلمان أن يشرع القوانين، لكنها لم تشرع. فإذا الآن أسألك يا أستاذ علي، ماذا عن الجرائم التي ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما الذي يطبق عليها؟ يطبق قانون العقوبات، لأنه احنا ما عندنا قانون جرائم إلكترونية، مثلا جرائم تهريب المخدرات، يعني أستاذ علي، لكنه كتب في زمن لا يوجد فيه مثلا عالم رقمي. هو طبعا 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 هذا صحيح. هو أنا دا أذكر لك أستاذ علي، أنت القانون يواكب التطور. قرار لمحكمة التمييز الاتحادية تداركت هذا العوار وهذه المثلبة وهذه عرف القانون. ماذا قالت المحكمة التمييز الاتحادية؟ أنه يطبق على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يطبق عليها ما ينشر في وسائل الإعلام. لماذا حتى تذهب عندما ترتكب الجرائم يذهب التكييف القانوني هنا إلى المواد 433-434، لكنها قديمة. هذه المواد تتحدث عن السب والقذف والتشهير، صحيح هي عرفت القذف مثلا، هي إسناد واقعة لشخص لو صحت لجعلته موضع ازدراء في قومه، هذا بالنسبة للقذف، والسب رمي الغير بما يخدش الشعور. لكن ماذا عن الأشياء الأخرى التفصيلية، وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنت، المواقع، هذه الثورة الفوضى الحاصلة، يعني لابد من إيقاع يضبطها. من هي جهة الرقابة عليها الآن؟ من هي جهة الرقابة؟ الجهات الأمنية، لكن يحتاج برأيي مثلا في تعديل القانون أن يسندها إلى هيئة الإعلام والاتصالات، يربطها برئيس الهيئة في سبيل أن تراقب كما تراقب الإعلام. نحن الآن مراقبين، هم عندهم قسم خاص اسمه قسم الرصد، يراقبون الإعلام، يراقبون الخطأ، التجاوز، لكن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أبدا أن تبقى دون إيقاع، دون ضابط، في سبيل أنه أنت لا تبقى مشتتة بهذه الطريقة وبهذه بالجرائم التي ترتكب فيها حقيقة. عندما تتابعها تجد جرائم يعني حقيقة مخيفة في وسائل التواصل. نعم أستاذ علي، يعني هل تعمد المشرع في قانون العقوبات وضع عبارات فضفاضة يمكن استخدامها بسهولة في قمع بعض الحريات مثلا؟ أي هو النص، يعني نصوص قانون العقوبات عندما تقرأها، شوف أستاذ علي، راح أخذ لك المادة 409 مثلا اللي
يعني حقيقة تم الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية، طعنوا بها بعض الزملاء اللي هي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، كل من فاجأ زوجته أو أحد محاربه هي متلبسة بحالة الزنا. هنا التوسعة في تفاصيل في يعني في هذه المادة. نعم. هنا المحكمة ماذا تفعل؟ المحكمة تذهب إلى أنه هذا غسل عار وتسوي إيقاف تنفيذ وماكو عقوبة، لكن ماذا لو حصل العكس والرجل هو والمرأة هي التي فاجأت الرجل؟ أن نكون أمام قتل عمد، هذا مخالفة للآية القرآنية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما أتجلد الآية، هذا يخالف النص. والمادة الأولى الثانية من الدستور العراقي تقول لك يجب أن لا تخالف التشريعات الشريعة الإسلامية. طعن فيه قالت المحكمة هذا يحتاج إلى تعديل من البرلمان، ألقت الكرة في البرلمان. العفو أستاذ. نعم نعم أستاذ علي، خلال السنوات الماضية حتى هذه الفترة يعني تم اعتقال ناشطين وصحفيين وفنانين بسبب آراء، يعني كيف يمكن ضمان عدم استغلال تلك المواد لإسكات الأصوات المعارضة واتهامهم بأبسط تهمة موجودة في هذا القانون؟ والله أنا برأيي يعني شوف أستاذ علي، يشرع قانون حق الحصول على المعلومة المهم جدا اللي هو مستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي المادة 19 في كلا القانونين، في كلا الإعلان العالمي وميثاق العهد الدولي. أيضا يشرع قانون الجرائم الإلكترونية حتى يبين لنا ما هو النقد ما هو الانتقاد. حق الحصول على المعلومة مهم جدا، يعني حضرتك كصحفي من حقك تحصل على المعلومة، من حقك من الجهات الرسمية تكون شفافة في إعطائك المعلومة، في أنه أنت حتى تساعد في اكتشاف الجريمة تحولها إلى النزاهة. أنت سلطة رابعة، أنت صحافة في كثير من الدول، خذ مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، صحف عندهم تطيح بشبكات بجرائم بعصابات كبيرة عندما تنشر عن سجن معين أو عن مخالفة معينة يؤخذ به، لأنه هي تساعد السلطات في الوصول إلى الحق. لهذا سؤال حضرتك، أنا برأيي نشرع هذه القوانين حتى حق التظاهر. هاي 4-5 قوانين ستغنينا كثيرا جدا عن مواد كثيرة في قانون العقوبات، ويبقى قانون العقوبات فيه جرائم السرقات والمشاجرات والنصب والسك بدون رصيد. نعم. وهذه المسائل الجنح البسيطة، لكن هذه 4-5 قوانين بصراحة مهمة جدا في هذه المرحلة، آن الأوان لتشريعها أستاذ علي. من بغداد الخبير القانوني السيد علي التميمي، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.